رجعنا شاف التها انبسط الشاف اليوم ربح لحد هلا بس 1-0. هادية عندك هادية واخر اخبار الموضة على الموضة. صباح الخير لكل مشاهدينا واكيد مع حلقة جديدة بفقرة على الموضة. مثل ما بنعرف التحضيرات لخريف شتاء 2018-2019 ابتدت خاصة لأجواء الكوتير، بس لكن ربيع صيف 2019 للرجال ظهرت وملاحظ انه المجموعات مميزة كتير، خاصة كمان كان في تغيرات كبيرة بدار ازياء ديور وعند لويتون، وان شاء الله بالايام القصيرة رح نشوف سوا المجموعات الجديدة لربيع صيف 2019 للوي فيتون وديور، بس لتشوفوا التغيرات نعمل هيك مثل تكومبير المجموعات كيف كان المصممين القدم والمصممين الجدد يلي اجوا وانضموا لهالدور الازياء المميزة، وكمان لاسماء والمصممين عندهم نظرات جديدة، وفينا نعتبر انه عالم الموضة شوي شوي عم بيتغير وعم بيتغير بطريقة مميزة. بس لكن الاجواء التسعينات هالسنة عم بتكون طاغية كتير 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 حتى باجواء الكروز كولكشن. ومثل ما عملنا جولة على أهم دور الأزياء بعالم الموضة ومع الكروز كولكشن يا أما الريزورت كولكشن ل 2019، بنلاحظ إنه عالم الموضة والماركت عم بيعملوا مجموعات مميزة حتى أكيد يخلوا كل محبين الموضة أب تو ديت. ومثل ما هالسنة لاحظنا أكثرية دور الأزياء خاصة الأزياء الفرنسية من ديور والوي فيتون حبوا يختاروا ساوث اوف فرانس، بنلاحظ كمان بعض منهم حبوا كمان يسافروا ويكفوا السفر مثل عند برادا. عند برادا حبوا يختاروا نيويورك لتقديم مجموعة الريزورت كولكشن، وجرت هالمجموعة بمكان كتير مميز وهو بيانو فاكتوري. المكان اللي اختار وتقدمت فيه المجموعة مكان كانوا يصنعوا فيه البيانو، وكان مميز كتير خاصة وميوتشا برادا حبت تفوت بأجواء التسعينات ترجع للأركايف تبعها بالمجموعة تبعيتها، وركزت بهيدي المجموعة للكروز كولكشن 2019 على البرنت المميز. خلينا ننتقل ونشوف سوا مجموعة الكروز عند برادا ونشوف كيف الأجواء كانت بهالموسم.
فاذا هون عم نشوف مجموعه برادا للكروز 2019، مثل ما شايفين مجموعه مميزه كثير، وجرت وجرى هيدا العرض مثل ما ذكرت بالبدايه بنيويورك وبمصنع للبيانو، مكان كثير مميز وكمان عكست اجواء الستايل تبع برادا يلي كان الستار بفتره التسعينات، الالوان القويه الفلاشي كولرز، البرنت يلي موجود ومعمول له ميكس اند ماتش على عدد كثير كبير موديلات، وبنلاحظ اللون الستار عند برادا هو اللون الاخضر، وهون شفنا ميوتشا برادا كمان لابس اللون الاخضر يلي فينا نسميه كمان اللون الانيس اللي هالسنه عم نشوفه كثير، وراح نشوفه هاللون الاخضر اكثر واكثر لخريف شتاء 2018 2019. بس بحب اذكركم انه الاجواء للموسم الجديد رح تكون مميزه كثير، وبلشت تظهر البري كولكشنز بالبوتيكات، بس لكن للمجموعات اللي عم نشوفها الريزورت كولكشن ما بلش تظهر بالبوتيكات الا ابتداء من شهر ديسمبر. اما هلا بعد ما شفنا مجموعه برادا اللي عن جد كثير حبيتها وحبيت الميكس بالستايل والستايلينج اللي انعمل والموديلات عن جد كانت مميزه كثير، بننتقل لستايل مختلف كليا وهو عند ماكس مارا. ماكس مارا اليوم صار عمره دار ازياء كثير عريق، عمره 70 سنه وبعده لحد اليوم ماكس مارا محافظه على الكلاسيكيه تبعيتها. ومنلاحظ عن ماكس مارا في مزيج الكلاسيكيه الحديثه لاقصى درجه، واكيد الترونش كوت يلي انشهر بالثمانينات بعده لحد اليوم. اليوم عند ماكس مارا حبوا صاحبين ماكس مارا يقدموا العرض كمان بمكان مميز بايطاليا، وبمكان المصنع الاول محل ما كانوا يصنعوا برادا ماكس مارا. هناك تقدمت المجموعه الاتوليه من 70 سنه رجعوا عليه، وكان مكان كثير مميز وكثير حلو. خلينا ننتقل ونشوف سوا مجموعه ماكس مارا، مجموعه مميزه خاصه بالافكار وبالموديلات يلي تايمليس بيسز، بنشوفهم سوا. لكل المحبين الكلاسيكية الحديثة برادا من إحدى الماركات العريقة اللي صار لها أكثر من 70 سنة بعالم الموضة، وهون الترونش كوت اللي هالسنة الماسك كمان لربيع صيف 2018، وهون بنلاحظ الكلاسيكية والأناقة التامة بالريزورت كولكشن عند ماكس مارا. وهون كمان رجعوا للأسنس المكان يلي أطلقت فيه ماكس مارا بإيطاليا، وأكيد أصبحت من إحدى الماركات الرايدة يلي عن جد فينا نقول 70 سنة مدة طويلة بعالم الموضة، وبعدهم لحد اليوم من الماركات الرايدة.
واكيد هي مثل ما بنعرف عالم الموضه والابتكارات والمواهب ما بتخلص ابدا. واكيد ببيروت اصبحنا نحن صلنا فتره من احدى العواصم الموضه وكمان من المواهب البارزه بعالم الموضه. وهيدي بهيدي الفتره كل مدارس الموضه كمان عم تعمل ستاف كثير من المتخرجين تبعونا. وللسنه الثانيه على التوالي جامعه ال اي يو والي صعب بالتعاون مع بعضهم بخرجوا السكند جينيريشن يا اما المتخرجين للثاني السنه على التوالي. وهالسنه كان المتخرجين قدموا مجموعه تحت عنوان النيو ويف الموجه الجديده. وكل من المتخرجين قدموا مجموعه مميزه ومنلاحظ خاصه مع التعاون مع ال اي يو واللندن سكول اوف فاشن وإلي صعب قدموا شيء سرعة لأقصى درجة. وبنلاحظ أنه عم بيدفشوا التلاميذ ليقدموا ويكون عندهم ابتكارات مميزة. خلينا ننتقل ونشوف سوا هيك بعض اللقطات عن العرض اللي تقدم لل AU الأسبوع الماضي. إذن هون عم نشوف المتخرجين ثالث سنة من الـ AU وهيدي ثاني دفعة من الـ AU بالاشتراك مع لندن سكول اوف فاشن بإضافة أكيد مع التعاون مع إلي صعب يلي قدم الجائزة للرابحين لهالسنة. وكانت هالمجموعة والانسبيريشن كانت ذا نيو ويف. وبنتمنى اكيد الحظ الافضل لكل المتخرجين بعالم الموضه، لانه بالاخر فينا نقول عالم الموضه واسع كثير ما بيخلص ابدا. بعد ما يتخرجوا التلاميذ ما بنعرف شو هن التوجهات تبعيتهم، شو هو الاشياء اللي منجذبين عليها خاصة بعدهم ببداية حياتهم. اكيد هلا في فترة مميزة لهم وحلوة. إذن هون شفنا متخرجين الـ AU العرض الأخير لآخر لتالت سنة مثل ما كنت عم بقول لندن سكول اوف فاشن الـ AU. وإلي صعب اجتمعوا كلياتهم ليقدموا ويفرجونا مصممين مبتكرين. وأكيد نتمنى التوفيق لكل التلاميذ. وهلا بننتقل لعن جوزيف ليخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. ثانك يو لك هادية وجود لك لطلاب الـ AU. كمان نحن وياكم خلينا نروح عند الشيف. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم عندنا اربع وصفات مثل ما خبرتكم ببدايه عالم الصباح. عندنا دجاج على الطريقه الايطاليه، وايضا في عندنا سويس رول بالبرتقال. طبعا هالطبق رح نبلش فيه باول فقره هلا انا وياكم. عندنا كرات الجبنه، جبنه الشادر واكليل الجبل، بالاضافه لكفته العدس مع صلصه اللبن. لكن مشاهدينا هولني وصفاتنا لليوم. عندي قدامي الخلاط الكهربائي، هيدا الخلاط